مرحبا بكم مشاهدينا. للهرب من تكاليف حفلة العرس الباهظة يلجأ بعض اليمنيين إلى عمل العرس في خيمة وسط الشارع، لكن هذا يسبب مشكلة أخرى مثل إغلاق الطريق العام، التسبب بزحمة مرورية، إعاقة حركة أهالي الأحياء المجاورة، وبالطبع إزعاجهم بصوت الأغاني والزفة أيضا. لكن هذا العريس ياسر هادي من مديرية يريم فاجأ الجميع وقرر أن يخرج عن المألوف. أقام عرسه بعيدا عن صخب المدينة وإزعاج غيره من الجيران أو إعاقة حركتهم، وهرب من إقامته في القاعات الباهظة إلى وادي المضية وسط الطبيعة الخلابة لإب الخضراء. نشاهد. إذا مشاهدينا، كما شاهدتم افترش العريس وضيوفه الأرض واستندوا على أحجار الوادي والسيارات، لكن هل كان هدف العريس الهرب فقط من التكاليف الباهظة؟ المصور ياسر حسن الذي نشر عن هذا العرس المميز على صفحته في الفيسبوك سأل العريس ياسر هادي، وأظن أن جوابه سيفاجئكم، تعالوا نستمع له. والله عرسي قلنا نشي نخلي حاجة نادرة وحاجة تاريخية، ولو نسهلها للناس اللي يعظموا الصالات والفنانين وذي بسر حالة قدوا ينزل لوادي الله، ومن جاء جابر لوادي الله، وهي حاجة يعني بأنها تاريخية. هل كنت متوقع هذا الزخم؟ والله ما كنت متوقع أنه يوقع هذا الكمية والعالم هذه والفنانين والمجابرين يعني الفنانين كانوا يجوا من أنفسهم؟ من أنفسهم، والسب الجو والهواء الطلق. احنا عرسنا بالهواء الطلق، لا مخيم ولا وادي أخضر. وادي الأخضر يعني هواء، ثم هواء نقي. عرس وقع عرس فوق العرس، عرس نحن نزلنا المضية، عرس هاي وعلي إرزاي في عرس واحد. إذن كان يبحث عن عرس تاريخي، وفعلا أصبح عرسه ترند على مواقع التواصل، وأبدى الكثير إعجابه بهذا العرس. على الفيسبوك يحيى نجيم يقول: نعم لقد حضرت، وكان عرس فريد من نوعه كونه أقيم أول مرة في الهواء الطلق في ساحة الوادي. أما مبارك علق قائلا: ألف ألف مبروك، عرس جميل بهذا الجو، فرحة العمر إن شاء الله. أما فؤاد يقول: المنظر جميل والعرس تمام، بس نحن اللي ما نحافظ على الأماكن العامة، شوفوا المنظر. أما زايد المظفر يتفق معه قائلا: خربوا البيئة وتروحوا، يكفي داخل الصالات، عدكم وديتوهم يشوهوا بالبيئة وبتعتبروه حدث كبير. أخيرا جلال يقول: إيش الغريب في شبوة، عندنا من زمان لا قاعات ولا شيء، كله في البر، خيام، أمورك سابرة. إذا مشاهدينا، ياسر استغنى عن قاعة الأفراح ولم يؤذي غيره بقطع الطريق، وغيره جعل عرسه بدون نقاط، وآخر منع إطلاق الأعيرة النارية وتعريض حيوات الآخرين للخطر. وربما بعد سنوات تكون هذه المبادرات الفردية الصغيرة أساساً أو منطلقاً للتخلص من عادات سيئة. والأمل دائماً في الشباب.